وحشني يا بيبي، مره وحشني قد الكون وقد الدنيا وقد كل شيء. اليوم يا بيبي وجهي مره أليم ومن تفخم. انا نفسي يا بيبي ماني قادره اشوف نفسي بالمرايه، سو خايفه عليك يا بيبي انك تشوفها، فما راح اوريك وجهي اليوم. اوكي هوبفلي بكره يكون كويس. ويز يا بيبي، وصلت الكريسماس تري قبل شوي، وصلوها طبعا. هذه بس التري من غير الديكوريشن، الديكوريشن ممكن حنشتري بكره او بعده. وشوية ملابس شتوية طلبتها أونلاين، حوريكم كل الأثنين. أمين حنسويها مع بعض بعد شوي بعد ما تقهوى، ويا حوريكم الملابس اللي طلبتها. حكيت لكم يا بيبي إني راح أقول لكم كيف العناية بالبشرة بعد هذه البروسيجر، خصوصاً اليوم مرة قاسي أقسى من أمس، ووجهي منتفخ مرة وأحمر. شوفوني هاي. أوكي طبعاً هذا الشيء كله من الدكتورة من العيادة. هذا الأزرق طبعا حطيت اليوم ال 1 ملي اللي بقيت لي من السيرم البارد اللي امس قلت لكم اول ما صحيت، وبعد تقريبا كذا ساعتين بديت. طبعا خلصنا من السيرم البارد، الحين نبدا بهذول الشيئين الاثنين. هذا الشيء الازرق، الاثنين هذول مع بعض نحطهم كل ساعتين، لازم كل ساعتين. سو حطيت من الازرق اوريدي. طبعا هذا الازرق هو عباره عن مويه فيها شويه خل، تبخونها على الوجه، بعدين تاخذون القاس هذا او ايش يسمونه قاس او الشاش، بعدين تطبطب على الوجه خفيف خفيف، تنتظرونه ينشف، بعدين تحطون من هذا الشيء او هذا المرطب، تسوون الشيء. هذول الاثنين راح نستخدمهم على بشرتنا كل ساعتين، راح نستخدمهم الين لمده تقريبا 5 ايام. يب الين 5 ايام، اللي هي الفتره اللي حيكون يكون الوجه فيها يتقشر. اليوم وجهي يا جماعة زي ما قلت لكم مرة قاسي أقسى من أمس، مرة شكله أليم، مرة أحمر، مرة منتفخ، مورم حيل. سو يا بس هذول الاثنين اللي حنستخدمهم، وبالإضافة إلى ال قولوا معي طبعا لازم من الدكتورة يسمونها أنتيبايركس، لازم أخذها باليوم مرتين عشان ما يكون في إنفكشن أو حاجة، you know just to prevent infections. خلوا اوريكم بما اني قاعده اركبها. الشجره اللي طلبتها او التري اللي طلبتها طولها 6 feet. كل سنه اقول لكم اقول راح اجيب وما اجيب، هذه اول سنه اجيب او يكون عندي كريسمس تري حلو شكلها للبيت ديكوريشن، يو نو بالشهرين هذه بما انها يو نو شهرين الهوليديز، وليش لا شكلها حلو ديكوريشن للبيت. قاعده اركبها، جاي معاها واحده حتكون تقريبا هالكبر. حتكون تقريبا هالكبر. طبعا بس طلبت التري والديكوريشن اللي يجي معاها راح احتمال بكره اذا وجهي صار احسن حط اسوي زوم عشان ما يطلع لكم وجهي يخوفكم. اقول لكم احتمال اذا وجهي صار كويس بكره جبت الاشياء اللي تتعلق عليها، يو نو قاعده افكر ما ادري اسوي احمر او ذهبي او فضي. الحين جينا المكان وين احطها. طبعا هذول الكرسيين كانوا جنب بعض بس بعدتهم شوي، قلت ممكن احطها هنا، هذا نمبر 1 المكان، او احطها بالزاويه هنا وادف الكرسي زي ما كانوا جنب بعض، او احطها بالكورنر هذا واشيل الكرسي هذا واحطه هنا. اعطونا تصويتكم، نمبر 1 احطها هنا ولا 2 بالكورنر ولا 3؟ بيبيز قالوا لي حطيها هنا في نمبر 1 which is بين الكرسيين هذولي. جربت بس مرة ما صار حلو، صار زحمة، والكرسي هذا بعد شوي صار هنا وحسيت مكانها مرة نو، ما حطيتها بنمبر 1 وأكيد مش نمبر 2. شلت الكرسي هذا حطيته هنا وحطيتها بالزاوية هذه، حسيت انها حلوة مع الديكوريشن كامل وأشياء تحت كذا، حسيت هذا مكانها الصحي بيبي. أوكي نجي بيبي للأشياء اللي طلبتها، ما راح اوريكم بعض الاشياء. هالمره طلبت كثير ساكس بما انه عندنا شتاء وبرد موت. شوفوا الكياتة صايره احب الشراب اللي زي كذا طويله مع بلوفر اوفر سايز كبير مع بلوزه وسيعه. يمديكم على الكياتة تلبسوا مع اسود ابيض. اوبس بغيت اطيح. توازن اختار. يمديكم تجنسوا هذه واحده. أوريكم الثانية، وكلهم أشكالهم غير. طبعاً طلبت ألوان ثانية بس إني حاقيس لكم اللي لونهم أسود. No actually هذا رصاصي،
هذه بسحاب مره جزت لي، هذه مره جزت لي بسحاب، حبيتها غير غريبه يعني you know. لحظه هذا بعد هذه بيبي لونها بني وغير شكلها عن اللي وريتكم قبل شوي. تلبس كذا مره حلوه، حبيتها وبازارير اللي قبل شوي بسحابات، هذه بازارير كيوت يمديكم تفتحون هذا تلبسونها تحت البوتس تحت ونفس حبيت احب الاشياء اللي زي كذا مره كيوت ومره تغيير. طبعا طلبت الوان ثانيه.